وحدات الجيش توسع من نطاق السيطرة في محيط تدمر وتتصدى لإرهابي داعش في محيط مطار دير الزور. الدفاع الروسي تعلن عن نشر نقطتي تفتيش وعشر مراكز مراقبة على أطراف منطقة تخفيف التوتر جنوب غرب سوريا. المقاومة اللبنانية تتقدم في جرود أرسال وسط حالة فرار جماعي في صفوف إرهابي النصرة. نشرة أخبار الإخبارية السورية من دمشق، أهلا بكم. وسعت وحدات من الجيش العربي السوري من نطاق السيطرة في محيط مدينة تدمر بريف حمص الشرقي وخاضت اشتباكات مع إرهابي داعش في محيط مطار دير الزور. جولة على أبرز الأحداث الميدانية في هذا التقرير. يواصل الجيش العربي السوري عملياته ضد المجموعات الإرهابية على أكثر من محور، ففي دير الزور خاضت وحدات من الجيش اشتباكات متقطعة مع إرهابي تنظيم داعش على المحورين الجنوبي والجنوبي الغربي ومحيط المطار، ما أدى إلى مقتل عدد منهم. اشتباكات تزامنت مع غارات للطيران الحربي على تحصينات التنظيم ونقاط تحرك مجموعاته في حي كنامات ومعبر كنامات وحويج الصقر ومنطقة البانوراما، ما أسفر عن تدمير مدفع وإيقاع قتلى ومصابين. وحدات الجيش العربي السوري العاملة بريف حمص الشرقي تابعت عملياتها في ملاحقة فلول الإرهابيين، موسعة نطاق سيطرتها ومكبدة التنظيم التكفيري خسائر بالأفراد والعتاد. الطيران الحربي السوري نفذ عدة غارات طالت مقرات وتحركات تنظيم داعش غرب قرية أم الريش وفي قرية شنداخية غنيمان بريف حمص الشرقي، ما أسفر عن تدمير عدة مقرات وسيارات وإيقاع العديد من إرهابي التنظيم بين قتيل ومصاب. وحدات من الجيش نفذت عمليات مركزة على تحصينات ومحاور تحرك إرهابي داعش في ريف حمص الشرقي، محكمة سيطرتها على مجموعة من النقاط والتلال الحاكمة شمال حقل الهيل النفطي بأربعة كيلومتر بريف تدمر، ما أسفر عن القضاء على عدد من إرهابي داعش. أعلن رئيس مديرية العمليات العامة في هيئة الأركان الروسية الفريق أول سيرجي رودسكوي عن نشر نقطتي تفتيش وعشرة مراكز لمراقبة على الحدود منطقة تخفيف التوتر جنوب غرب سوريا. ونقطتي تفتيش وأربعة مراكز مراقبة في غوطة دمشق الشرقية لمراقبة مناطق تخفيف التوتر بعد أيام من نشر النقاط التابعة للشرطة العسكرية الروسية في المناطق المتفق عليها جنوب غرب سوريا لمراقبة منطقة تخفيف التوتر. رودسكوي أوضح استمرار العمل على إقامة منطقة تخفيف التوتر بريف إدلب. إلى ذلك أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن تواصل موسكو مع واشنطن لاتفاقية تخفيف التوتر في سوريا أثبت أنه بإمكان الدول العمل معا لتحقيق الأمن العالمي. لافروف أشار إلى أن إقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا تساهم في الفصل بين ما يسمى المعارضة والإرهابيين، وقال: منذ وقت بعيد لم ينجح شركاؤنا الأمريكيون في عهد الرئيس السابق باراك أوباما في الفصل بين الإرهابيين وما يسمى المعارضة، أما الآن فإننا نحقق نتائج في هذا المجال. نتابع فيما يلي مشاهد تدمير الطيران الروسي لراجمة صواريخ في منطقة قسط الغازي بريف حما الشرقي. نبقى في المنطقة الشرقية، حيث شن طيران التحالف الأمريكي غارات على المنازل السكنية في مدينة الميادين بدير الزور تسببت بوقوع عشرات الضحايا في صفوف المدنيين.
يواصل التحالف الأمريكي ارتكاب جرائمه بحق المدنيين في سوريا، حيث شن طيران ذلك التحالف غارات على المنازل السكنية في مدينة الميادين بدير الزور، تسببت بوقوع عشرات الضحايا بين صفوف المدنيين. وأفادت مصادر أهلية بمدينة الميادين بأن طائرات تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قصفت منطقة تقاطع الفلج في مدينة الميادين في وقت يشهد ذروة في حركة الأهالي المتوجهين إلى أعمالهم وأراضيهم الزراعية ومحالهم التجارية، ما تسبب بوقوع مجزرة بحق المدنيين ووقوع أضرار جسيمة في البنى التحتية والممتلكات. وكان طيران التحالف الأمريكي اعتدى في 18 من الشهر الجاري على منازل المدنيين في بلدة الكشكية على الضفة اليسرى لنهر الفرات في منطقة البوكمال، ما أسفر عن وقوع ضحايا بين المدنيين ووقوع دمار كبير في منازل الأهالي وممتلكاتهم. وقد استخدم التحالف الدولي قنابل الفسفور الأبيض المحرمة دوليا خلال عدوان نفذه في 9 حزيران الماضي على الأطراف الغربية لمدينة الرقة والمنطقة الفاصلة بين حيي المشلب والصناعة، إضافة إلى حي السباهي. يذكر أن واشنطن التي شكلت التحالف الدولي خارج الشرعية الدولية ومن دون موافقة مجلس الأمن منذ آب عام 2014 تدعي بأنها تحارب الإرهاب الدولي في سوريا، بحين تؤكد الوقائع أنها تعتدي على البنية التحتية لتدميرها وترتكب المجازر بحق المدنيين. أكدت قيادة عمليات المقاومة الوطنية اللبنانية أن المعركة مع إرهابيي جبهة النصرة أصبحت على مشارف النهاية في جرود إرسال، ووجهت نداء لإرهابي النصرة بتسليم أنفسهم، وذلك بالتزامن مع تمكن القوات أو قوات المقاومة من السيطرة بشكل كامل على وادي الخيل، أهم معقل لجبهة النصرة في جرود إرسال. معارك عنيفة في جرود أرسال باتت على مشارف النهاية. المقاومة الوطنية اللبنانية شنت هجوما واسع النطاق من جبهات عدة على مواقع لإرهابي جبهة النصرة في وادي الخيل وحصن الخربة في جرود أرسال. المقاومة الوطنية اللبنانية سيطرت على وادي الخيل في جرود أرسال شمال شرق لبنان بشكل كامل، وذلك بعد ساعات من شنها لهجوم واسع النطاق على مواقع إرهابي جبهة النصرة في الوادي. قيادة عمليات المقاومة دعت إرهابي النصرة فيما تبقى من جرود أرسال إلى أن يحقنوا دماءهم بإلقائهم السلاح وتسليم أنفسهم مع ضمان سلامتهم. تقدم ميداني تم إنجازه وسط اشتباكات عنيفة مع الإرهابيين لليوم الرابع على التوالي. العملية العسكرية التي بدأتها المقاومة لتحرير جرود أرسال من سيطرة المجموعات الإرهابية لا تنفصل عن سياق المعركة الشاملة التي تخاض ضد المشروع الإرهابي في المنطقة، حيث تمكنت خلال الأيام الماضية من السيطرة على أكثر من 90% من مساحة الجرود. بدأت العديد من أهالي منطقة منبج ومسكن ودير حافر بالريف الشرقي لحلب بالعودة إلى قراهم، حيث عادت أكثر من 500 عائلة إلى قرية البابيري وخربة صليب والقواس. ورصدت الإخبارية فرحة الأهالي العائدين الذين عبروا عن شكرهم الكبير للجيش العربي السوري لمحاربة الإرهاب وعودتهم إلى ديارهم وحقولهم. نحن الآن متواجدون بالريف الشرقي بمنطقة مسكنة وريفها بعد أن دحر الجيش العربي السوري تنظيم داعش الإرهابي من تلك المنطقة، وقامت وحدات الهندسة بتمشيط المنطقة من العبوات الناسفة والمفخخات. عاد الأهالي سالمين آمنين إلى تلك المنطقة بمنطقة البابيري وقواص وخربة صليبة بعد أن تم تحرير الريف الشرقي لمحافظة حلب من الإرهابيين على يد بواسل الجيش العربي السوري. تم تفعيل جميع الوحدات الشرطية في الريف الشرقي لمحافظة حلب، ومن بين هذه الوحدات الشرطية هي ناحية مسكنة وناحية الخفسة التابعتين لمنطقة منبج قيادة شرطة محافظة حلب. قمنا كقيادة شعبة بتوجيه القاضي فاضل النجار أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي بالتنسيق مع محافظة حلب والجهات المختصة المعنية بإعادة أكثر من 100 عائلة من مركز الإيواء بجبرين إلى مناطقهم المحررة في قواص وفي بابيري تحتاني وفي خربة أصليب بعد أن قمنا بتأمين الخدمات اللازمة لهم. تم وضع مصفوفة المشاريع الإسعافية لتأهيل 50 مدرسة بكلفة حوالي 350 مليون، وصيانة زفتية وتأهيل للطرق الهامة لمحافظة في ريف حلب الشرقي بكلفة حوالي 3.5 مليار ليرة سورية. وإحنا
ما نتنازل ولا عن حبة تراب لسوريا. سوريا حبيبة وهي الحضن الدافئ. بقول للخونة والمأجورين هذه سوريا وتبقى راسها عالي ومرفوع. الحمد لله وكيفين ومبسوطين وجينا على بلادنا وأخذونا معززين ومكرمين. مبسوطين برجعتنا لبيتنا اللي انحرمنا منه بسبب الإرهابيين لمدة 7 سنين اللي طالعونا وحرمونا من كل حقوقنا. شكرا لكم وللجيش العربي السوري اللي طالعنا سالمين ورجعنا سالمين. بهمة رجال الله رجال الجيش العربي السوري يعم الأمن والأمان بالريف الشرقي. أحمد صادق للإخبارية السورية من منطقة مسكنة البابيري. أقامت السفارة العراقية في فندق دمروز بدمشق احتفالية بمناسبة انتصار القوات العراقية على تنظيم داعش الإرهابي في الموصل. بعد الإنجاز الكبير الذي حققته القوات العراقية المشتركة عبر القضاء على آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي في الموصل، أقامت السفارة العراقية في دمشق احتفالية في فندق الدمروز بمناسبة هذا الانتصار. حضرها عدد من الشخصيات العراقية والسورية والفلسطينية. جايين نهني العراق وشعب العراق على الانتصار الكبير اللي حققه على الإرهاب، وخاصة في هزيمة داعش ومن يدعمها في الموصل. هذا يعطينا أمل كبير نحن كشعب فلسطيني بأن فلسطين ستتحرر عندما تتكاتف الأيادي وعندما تعود القيم والأخلاق العربية الأصيلة لتضامن، خاصة مع الشعوب التي تواجه الاحتلال والهيمنة الأمريكية والتآمر الإسرائيلي. الحرب لم تكن حرب ساعات ولم تكن أياما قليلة، بل إنها 7 سنوات عجاف دفع فيها السوريون الكثير من الدماء. تدمرت مدننا وقرانا وقتل عشرات الآلاف من أبناء شعبنا، فمن هو المسؤول عن كل ذلك؟ إذا كانوا يتوقعون أن شعبنا في سوريا سيستسلم لهم خلال أيام وساعات وأسابيع وأشهر وسنوات فهم أغبياء. وها هو جيش سوريا العربي الأبي يدافع عن كل ذرة تراب من أرضنا الطاهرة. سنوات عدة وهم يهيئون لهذه الساعات التي استعجلوا فيها خلال الأيام العشرة مشروعهم الأخير. ما الذي حدث في الأقصى منذ 10 أيام؟ تسريع العمل لهدم الأقصى، لأنهم لم ينتصروا في العراق ولا في سوريا. كانوا يتوقعون أنهم سرقوا آثار العراق وهدموا زنوبيا ثم سيختمون بالقدس، فلما كان الجيش العراقي يعانق الجيش السوري هنا على حدودنا في الصحراء التي ضمخت بدماء رجالنا الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. انتصار للجميع، للشعبين العراقي والسوري الشقيق، والاحتفال اليوم بتحرير مدينة الموصل وحضور الأخوة الأعزاء من الأشقاء السوريين والسادة المسؤولين لحضور هذا الاحتفال هو دليل على التلاحم القوي بين الشعبين السوري والشعب العراقي وإرادة قوية لدحر الإرهاب، وإن شاء الله النصر قريب. دمشق وبغداد عاصمتان للقرار القاضي بسحق الإرهاب في المنطقة وإسقاط كافة المخططات الأمريكية، وهذا ما أثبتته الأيام الماضية. نظمت منفذية القناطرة في الحزب السوري القومي الاجتماعي وقفة تضامنية في مدينة جرمانة بريف دمشق مع أهلنا في الجولان السوري المحتل تحت عنوان دماء ميسلون ستزهر انتصارا في فلسطين وجولان، وذلك في ذكرى 97 لمعركة ميسلون. دماء ميسلون ستزهر انتصارا في فلسطين والجولان، عنوان لمبادرة قامت بها منفذية القنيطرة في الحزب السوري القومي الاجتماعي في مدينة جرمان بريف دمشق، وذلك بمناسبة ذكرى 97 لمعركة ميسلون ودعما لانتفاضة أهلنا في فلسطين. عندما قررنا إقامة هذه الفعالية ربطنا انتصارات جيشنا العربي السوري على مساحات الوطن،
ووقوفنا إلى جانب أهلنا في الجولان المحتل. عندما نقول ستزهر دماء أبطالنا في الجولان وفلسطين، نحن نقولها فعلا وليس أقوالا. تخليدا لشهداء ميسلون، ميسلون الخلود حقيقة. يوسف العظمي دخل التاريخ عندما أراد أن يسجل بالتاريخ أن الفرنسيين كأعداء لم يدخلوا سوريا دون مقاومة، وكان يدرك أن العدد والعتاد لا يسمح بالتصدي لمثل هذه المعركة، لكن خلد حقيقة الشهادة وسطر اسمه وكل الشهداء معه بحروف من ذهب. واليوم نحن كسوريين نعتز بهؤلاء الشهداء، ويسجلون شهداء اليوم كما سجلوا أهلهم وأسلافهم شهداء الأمس وشهداء الماضي. هي معركة لدحر الشر ولقتل التنين، لقتل الشر. سوريا قدرها دائما أنه تقتل التنين، وهذا كلنا فيما قريبا جدا سنحتفل بالنصر، ومنتأكدين أنه دماء الشهداء ما راحت هدر. إن هذه الوقفة وقفة العز والكرامة إن دلت على شيء فهي تدل على تلاحم الشعب العربي السوري بجميع أطيافه وبجميع مكوناته السياسية والفسائية. دعينا إلى هذا المعرض التراثي الذي يثبت أرضية الجولان وفلسطين، حيث أن الشعب الفلسطيني والشعب السوري ما زالوا متمسكين بتراثهم، متمسكين بأرضهم. ونحيي من هنا روح القائد يوسف العظمة، قائد معركة سلول الكبرى، ونحيي الشعب السوري الصامد. تضمنت المبادرة وقفة تضامنية مع أهلنا في الجولان السوري المحتل، ومعرضا للتراث والفلكلور الفلسطيني والجولاني. أكدت الفصائل والقوى الفلسطينية المقيمة في سوريا على ضرورة وضع خطة عمل استراتيجية لدعم نضال الشعب الفلسطيني في فلسطين عامة في مواجهة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من انتهاكات على يد جنود الاحتلال الصهيوني وسط تآمر وتخاذل من بعض الأنظمة العربية العميلة. وخلال اجتماع لها في دمشق، أوضحت الفصائل أن الأوضاع التي تشهدها فلسطين والمنطقة تشكل فرصة كبيرة لتوحيد القوى ورص الصفوف. رسالتنا اليوم من دمشق لها معنى كبير. دمشق التي صمدت أمام أكبر مشروع معادي للأمة، وحقق الجيش العربي السوري انتصارات ترسل رسالة من خلال أبناء الشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية التي تحتضنهم دمشق. بهذا المعنى القومي رسالتنا من دمشق كفصائل، وسننسق مع إخوتنا في كل الجهات السورية من أجل الفعاليات خلال الأيام القادمة. قمنا بفعاليات خلال الأيام الماضية، وسنقوم بفعاليات مشتركة مع إخوتنا السوريين على أكثر من صعيد. هذه أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين ومصر الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن يكون التعاطي الشعبي والرسمي مع ما يجري في القدس بهذا الشكل وبهذا المستوى غير اللائق بصراحة. هذا مقدس لكل المسلمين، 1.5 مليار مسلم في العالم، وهذا المكان المقدس تعرض لهذا الانتهاك الصارخ من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني. لأول مرة منذ الحروب الصليبية تمنع الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، ويعني ردود الفعل باهتة. يعني ما تحدثنا به في الاجتماع أنه ألا يستدعي هذا الأمر على الأقل من جانب الدول العربية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل أن تقطع علاقاتها الدبلوماسية، أو على الأقل أن تستدعي سفرائها. دراسة ما هي الإمكانيات والفعاليات الممكنة في هذه الظروف من أجل مساندة شعبنا الفلسطيني في الأرض المحتلة وخاصة في القدس. ولذلك هناك همة عالية وأفكار كبيرة في إطار هذه الفعاليات وهذا حالة التضامن الواجبة على الشعب الفلسطيني. وأيضا هناك فعاليات أيضا بالشعب السوري ستتم، والإخوة السوريين لديهم أطرهم ونشاطاتهم في هذا الاتجاه، وإن شاء الله ستشهد الأيام القادمة فعاليات في هذا الاتجاه. إلى العناوين. وحدات الجيش توسع من نطاق السيطرة في محيط تدمر وتتصدى لإرهابي داعش في محيط مطار دير الزور.
وزارة الدفاع الروسية تعلن عن نشر نقطتي تفتيش وعشرة مراكز لمراقبة أطراف منطقة تخفيف التوتر جنوب غرب سوريا. المقاومة اللبنانية تتقدم في جروب عرسال وسط حالة فرار جماعي في صفوف إرهابي النصرة. نهاية النشرة، دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.